موظفين الخدمات البيئية آمنوا بقوة التكاتف، وكيف أن دعمهم هو من أقوى الدفاعات في الفترة الحالية وبكل وقت. بصراحة هم أساس خط الدفاع الأول. برغم أنهم ما يعتنون بالمرضى بشكل مباشر، لكنهم يساهمون بحمايتنا كلنا، متفانين بشغلهم كل يوم وعلى مدار الساعة عشان يحموني ويحمونكم، ويشتغلون بدون توقف، حريصين على أن كل المناطق تكون معقمة ونظيفة، من غرف المرضى، دورات المياه، المكاتب، الممرات، وأماكن كثيرة ما لها حصر. وكل هذا هو روتينهم كل يوم. تدرون؟ فعلاً هم اللي يزيدون شعورنا بالأمان. أكيد كلنا مسؤول، لكن موظفين الخدمات البيئية كانوا وما زالوا أقوى مسؤول.